في أجهزة أو في الصعيد، والتي سوف تستمر معنا بإذن الله في برنامج الصيف تحديدا الذي تضع وزارة كل مؤسسات وزارة الثقافة، والتي سوف تشمل من بين ما تشمل معرضا للكتاب في كل المحافظات مثل خلال الشهور. والمعرض بالمناسبة بيشتغل من يوم الخميس اللي فات، الناشرين مبسوطين، نسبة البيع كويسة، مناسبة بيشتغل، لأن الحقيقة أكبر نسبة تعليم موجودة في محافظات مصر موجودة في محافظة المنوفية، والتعليم دائما ما يكون مرتبطا بالثقافة. خد قرار كده قال 50% على كل المطبوعات الموجودة، بس ناخد بالنا إن 50% دي بتبقى على اشتراك وزارة الثقافة التي يحق للوزارة إنها تعمل عليها فترة. ناشرين قطاع خاص إحنا بنرجوهم إن هم يعملوا أكثر من 20%، إنما حد أدنى للخاص اللي موجود في أي جناح من الأجنحة هو 20%. النهاردة هنسعد بتكريم مجموعة من مبدعي محافظة